مشاهدينا، حوالي 12 ألف طبيب مصري استقالوا من العمل بالقطاع الحكومي منذ عام 2019. هذا ما كشفت عنه نقابة أطباء مصر في تقرير مشيرة إلى استمرار عزوف الأطباء عن العمل بالقطاع الحكومي وتزايد سعيهم للهجرة خارج مصر. يبدو مشاهدينا أن النزف مستمر، إذ رصدت النقابة استقالة حوالي 1000 طبيب خلال الثلث الأول من هذا العام، ولا يتجاوز عدد الأطباء بالقطاع العام 83,000، أي أن عدد نسبة المستقلين تناهز 14%. استنادا إلى هذه الإحصائيات، يكون معدل الأطباء في مصر حوالي 8.6 أطباء لكل 10,000 مواطن، في حين أن المعدل العالمي هو 23 طبيبا لكل 10,000 مواطن. تفسر النقابة عزوف الأطباء في المستشفيات الحكومية بضعف المعاشات، بالإضافة إلى سوء ظروف العمل، إذ تتراوح المعاشات بين 2000 و4000 جنيه مصري، أي أنها في حدود 200 دولار أمريكي. لا تتجاوز مشاهدينا نسبة إنفاق الدولة المصرية على الصحة 5% من الموازنة، أي أن نصيب المواطن المصري لا يتجاوز 87 جنيها مصريا، أي حوالي 5 دولارات، بينما يضطر المواطن المصري إلى إنفاق حوالي 8,000 جنيه، أي ما يعادل 400 دولار سنويا على صحته ومن نفقته الخاصة. طبعا ينضم إلينا مشاهدين عبر سكايب من القاهرة دكتور خالد سمير، أمين صندوق سابق في نقابة الأطباء، للحديث أكثر عن هذا الموضوع. دكتور خالد، أهلا بك معنا. يعني نريد أن نسأل في البداية عن هل فعلا الأسباب الحقيقية التي تتحدث عن هذا الرقم الكبير من استقالات لعدد من الأطباء في مصر، هل هو فعلا يعود إلى موضوع الهجرة وتحسين الوضع، تحسين الدخل أيضا؟ هو بداية عايز أوضح أن الرقم اللي أعلنته نقابة الأطباء قد يكون أقل من الرقم الحقيقي، لأن نقابة الأطباء ليس لها القدرة على معرفة كل من ترك العمل بالمستشفيات العامة، هي فقط تعرف كل من جاء إليها لتحويل صفته في النقابة من صفة يعني عامل لدى الحكومة إلى صفة طبيب حر، وليس كل من يستقيل يفعل ذلك. بعضهم بيذهب للعمل في القطاع الخاص، بعضهم يعني بيجلس في البيت، خصوصا السيدات الطبيبات، يعني بعضهم قد يذهب إلى مهن أخرى كما نرى أطباء محللين رياضيين وأطباء يعني في تجار، وكل هؤلاء لا يذهبون إلى نقابة الأطباء. فأنا توقعاتي الشخصية أن الرقم قد يكون أقل بنسبة من 20-25% من الرقم الحقيقي. ثم نأتي للأسباب. طبعا أهم الأسباب هي الأسباب المادية. دخل الطبيب في مصر من أقل دخول الأطباء في العالم في الأعوام الأخيرة، طبعا مع زيادة نسبة التضخم، زيادة الأسعار بشكل كبير، تخفيض قيمة العملة، كل ما حدث في الاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة ضغط بشدة على الأطباء، وخاصة الأطباء الذين يريدون الدراسة أو يريدون التواصل العلمي مع الخارج، حضور مؤتمرات علمية. كان ذلك ممكنا في الماضي، أصبح صعبا بشكل كبير. هذه المشكلة تقع على عاتق من دكتور؟ على عاتق الطبيب، لأن للأسف جهات العمل الآن يعني غير ملتزمة بفكرة التعليم الطبي المستمر، بفكرة حضور المؤتمرات. حتى كان هناك شركات من شركات الدواء والمستلزمات الطبية تقوم بدعوة أطباء في المؤتمرات العلمية العالمية من وقت لآخر. بعد نظام الشراء الموحد لم يعد هناك اتصال مباشر بين الشركات، وكما يحدث في كل أنحاء العالم، يعني لم يعد هناك اتصال مباشر بين الشركات وبين المؤسسات المقدمة للخدمة. طيب دكتور يعني تحدثت أنت قبل قليل عن موضوع بأن هذه الأرقام قد لا تكون، خاصة أنها صادرة عن نقابة ودراسة صادرة عن نقابة الأطباء، تتحدث عن، قلت بأن عدد منهم يتجه إلى أعمال في مجالات أخرى، لكنه بالنهاية هو طبيب ويعمل طبيب. موضوع الأرقام فقط، دعني أكمل السؤال دكتور. هذه الأرقام حتى لو كانت أقل بقليل،
ألا تفزع؟ ألا هي ليست أرقام كبيرة، خاصة عندما نتحدث عن عدد كامل للأطباء في مصر من يقومون في هذا العمل في المستشفيات والخدمات الحكومية؟ طبعا الرقم كبير جدا، هناك نزيف للاطباء في مصر منذ سنوات طويله جدا، يعني هناك دول يقوم نظام الصحي بالكامل او في غالبيته على الاطباء، خاصه في الخليج، وفي السنوات الاخيره فتحت بعض الدول زي بريطانيا والمانيا الباب لهجره الاطباء بشكل بتسهيل اجراءات القبول والتسجيل لديها، فطبعا هذا ساعد اكثر، حتى الطلبه في كليه الطب الان يبداون في التحضير ل الهجرة قبل انتهائهم من الدراسة أو بالتزامن مع انتهاء الدراسة. الأموال أو يعني الدخل ليس المشكلة الوحيدة، هناك الاعتداءات على الأطباء ما زالت موجودة في المستشفيات العامة غير موجودة في المستشفيات الخاصة، هناك الحبس للأطباء عند أي شكوى من أي مريض يعني يرفض نتائج الممارسة الطبية عكس ما هو موجود في غالبية دول العالم، لا يوجد يعني مش محاكم طبية أو لجان تحكيم في هذا أو تعويضات وتأمين شامل ضد مخاطر مزاولة المهنة يلزم يعني الجهات الخارجية بدفع تعويضات سواء من الطبيب أو شركات التأمين إلى المرضى في حالة وجود يعني مشكلة حقيقية، لأن حتى الآن بيحصل في غالبية الأحيان بيكون هناك يعني نقول ايه يعني بخلاف تعاطف أيضا دكتور مع يعني المرضى. تحسين الظروف وتصحيح الأخطاء، لكن من يتحمل؟ قبل أن يعني كنت أريد أن أسألك عن موضوع القلق بالنسبة إلى المواطن المصري، لكن قبل أن أذهب إلى موضوع هذا القلق والمخاوف لدى المواطن، من يتحمل هذه المسؤولية؟ عددت كثير من النقاط التي على الأقل تدفع عدد من يعني بغض النظر إن كان هذا الرقم كبير جدا ومفزع أو على الأقل قليل، تدفع الطبيب المصري إلى ترك بلده والهجرة بحثا عن بيئة مناسبة على الأقل. طبعا بالاساس هذا يعني اصلاح هذا يقع على المجتمع كله، ليس فقط يعني الاطباء ليس بيدهم شيء لاصلاح المشكله الموجوده حاليا. للاسف الشديد اختارت الحكومه زياده اعداد المقبولين في كليات الطب ظنا ان هذا سيحل المشكله، وانا رايي ان هذا بعيد تماما، يعني لدينا مثل هو كالنفخ في قربه مقطوعه، عندما يكون هناك نزيف وانت تعطي تحاول أن تزيد عدد أعداد الخريجين وخاصة في أوضاع كليات الطب التي تفتقر أيضا إلى الإمكانيات، خاصة الكليات العامة يعني اللي هي بتمثل غالبية تعليم الطب في مصر، فرق كبير جدا بين الإنفاق على التعليم الطبي في الكليات العامة والكليات الخاصة، فهذا سيؤدي إلى تخريج دفعات ربما تكون مستواها أقل مما هو موجود حاليا نتيجة الضغط وزيادة الأعداد، ولن يوقف هذا هجرة الأطباء من مصر، بالعكس كل حتى من يلتحقون الآن في كلية الطب يفكرون بنفس الطريقة، يعني صحيح يعني دراسة الطب صحيح دكتور كما تتحدث بأنه نفس الأسلوب قد يتخذه حتى الأطباء الجدد أو الخريجون من كلية الطب. دكتور ولو بشكل سريع سؤال أخير، هل على المواطن المصري أن يقلق من هذه الأرقام عندما نتحدث عن 8.6 أطباء لكل 10,000 مصري، عندما نتحدث عن 4.2 من الميزانية أو من الموازنة لتصرف إلى القطاع الصحي والطبي كله، يدفع المواطن المصري من قبل الدولة حوالي 87 جنيه ويدفع من جيبه حوالي 7,000 أو 8,000 جنيه بالنسبة إلى طبعا الكشوفات وإلى عندما ذهبي إلى المستشفى أو الأطباء، هل عليه أن يخشى وأن يقلق من هذه الأرقام؟ طبعا المفروض ان يقلق المواطن المصري، احنا قلنا ان هي مسؤوليه مجتمعيه والمواطن هو الذي يجب عليه ان يدفع ويضغط على الحكومه لزياده الانفاق في قطاع الصحه او تسريع تطبيق التامين الصحي الشامل، احنا دخلنا في العام الخامس وهو المفروض ان ينتهي خلال من 10 ل 15 عاما، وحتى الان حتى في اول المحافظات التي طبق فيها لم يطبق بشكل كامل، وهناك مشكله في جمع الاشتراكات وغيرها، المهم أننا يجب أن ننظر إلى ضرورة وجود نسبة جيدة من الأطباء بالنسبة للمواطنين، وعلينا أن نحذر أيضا أن حركة الهجرة هي حركة اختيارية،
يعني صحيح. تخصصات معينة هي التي هي المطلوبة في الخارج، خاصة التخصصات الخطيرة زي الطوارئ والرعايات المركزة وغيره، وهذا يسبب نقص أكبر. كذلك نعم أطباء الأسرة من أكثر الناس الذين صحيح، وحتى يهاجرون حاليا. الجراحين، يعني الجراحين لديهم كما ذكرت طلبات كثيرة جدا. على كل إن أشكرك جزيل الشكر، عبر سكايب كنت معنا من القاهرة الدكتور خالد سمير، أمين صندوق سابق في نقابة الأطباء.